طب لا دي حاجه كان معترف بالله من يومين ثلاثه قال كده، قال ميدو كره اللعيبه بتوع الزمالك في النادي فاشل. عملت لي فضيحه على الهوا. طب مش انت مخلي الكهرباء يلاقي حسام غالي وايمن حفني يلاقي حسام عاشور؟ كانوا نازل داخل الجيم قالوا له، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له براقبك. قال له انت المفروض اراقبك وانت بتعمل ايه كهرباء؟ قال له قال لي اراقبك. قال له تعبني ايه ده المفروض اراقبك في ايه؟ فعملت فضيحه على الهوا.